مساء الفل، شباب تانية ثانوي. في الفيديو ده هنعمل سمري أو ملخص لسن 2 اللي هو البريشر، وهناخد اكزامبل عليه للتوضيح. لو عايز شرح أي لسن بالتفصيل أو أي حاجة ليها علاقة بالفيزيكس، هتلاقي رقم للتواصل في الديسكريبشن تحت، تقدر تتواصل معاه وتعرف كل التفاصيل. يعني إيه بقى بريشر؟ إحنا دلوقتي عندنا 2 اكزامبلز هيوضحوا لنا يعني إيه بريشر. تعال ناخد الاكزامبل الأولاني دلوقتي. السيرفس اريا يعني اللي هي المساحة اللي هتنزل بيها الإيد دي على دماغه ثابتة، يبقى انا عارف السيرفس اريا هنا كونستانت. طيب تمام، طالما الاريا كونستانت بقى، تفتكر اي حاله اللي البريشر عليها زياده 1 ولا 2؟ هتقول لي نمبر 2 البريشر فيها عالي. ليه البريشر عالي؟ لان وزن الايد دي اكبر بكتير من وزن الايد دي، اهو الوزن ده اللي هو الفورس. فهنا نقدر نقول الاف كانت كبيره لكن هنا الاف صغير، فنتيجه ان البريشر هنا كان كبير لكن البريشر هنا كان قليل. يبقى كل ما الفورس بتزيد كل ما البريشر معاها بيزيد، بس شرط ان السيرفس اريا يكون ايه ثابته. يبقى كونستانت اريا نقدر نقول ان البريشر دايركتلي مع الفورس. ده الاكزامبل الاولاني. تعال نروح بقى الاكزامبل التاني عشان نفهم البريشر 100%. احنا دلوقتي عندنا الكره دي ونفس الكره دي. طالما الكره دي والكره دي، يبقى مين اللي ثابت؟ الفورس اللي هو الويت. فنقدر نقول ان الفورس هنا كونستانت. طيب طالما الفورس كونستانت، مين اللي عنده اعلى بريشر 1 ولا 2؟ اكيد 1 عندها اعلى بريشر بدليل ان الكرة اتخرمت. طيب ليه هنا الكرة اتخرمت وهنا الكرة فضلت زي ما هي ما حصلهاش حاجة؟ الفكرة بقى في ايه؟ في السيرفس اريا. بمعنى في الحالة دي السيرفس اريا كانت كبيرة. طيب لما السيرفس اريا كانت كبيرة، البريشر او الضغط بتاع الكرة توزع على كل مسمار واحدة واحدة، فكان التوتال بريشر قليل. لكن في الحالة دي السيرفس اريا كان السيرفس اريا بتاعت مسمار واحد بس، فالاريا كانت صغيرة. فطالما الاريا كانت صغيرة، البريشر حصل له ايه؟ كان كبير. يبقى لما الفورس كانت ثابتة اللي هو وزن الكورة، بس مرة حطيتها على سيرفس اريا كبير مسامير كتير، ومرة حطيتها على مسمار صغير، فالسيرفس اريا كان قليل. فلما الاريا زادت البريشر قل، ولما الاريا قلت البريشر زاد، يبقى الريليشن ما بينهم انفرس. فاقدر اقول ان البريشر انفرسلي مع الاريا. يبقى بقى من ده ومن ده نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ببساطة ان البريشر ايكوال هي دايركتلي مع الفورس وانفرسلي مع الاريا. وده الرول بتاع البريشر، هي الريشيو بين الفورس والاريا، بتضغط بقوة قد ايه على اريا قد ايه. وعشان تزود البريشر، يا اما تزود القوة اللي بتضغط بيها، يا اما تقلل الاريا اللي بتضغط عليه. ده الكونسبت بتاع البريشر. تعال ناخد اكزامبل للتوضيح. الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ In the opposite figure if you removed one cube from them. يعني احنا عندنا هنا 2 cubes زي ما احنا شايفين، انا هشيل واحد فيهم. طيب the pressure due to the cubes on the area of the contact of the surface under them well. يعني لما انا اشيل كيوب البريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل ثابت؟ تعالى كده نتكلم عنها بالتفصيل. خلينا نفرض للموضوع ارقام علشان ايه الموضوع يبقى بسيط بالنسبة لك. احنا عندنا 2 كيوبس، خلينا نقول ان الفورس بتاعت كل كيوب ب 2 نيوتن، وهنا ال F equals 2، والاريا اللي بيضغط عليها هنا ب 2 والاريا اللي بيضغط عليها هنا ب 2. يعني ايه؟ يعني الكيوب ده الفورس بتاعته ب 2 نيوتن، وهو بيضغط على سيرفس اريا 2 متر باور 2، ونفس الكلام هنا. طيب تعالى نحسب البريشر في حالتين، في حالة وال2 كيوبس دول موجودين، وحالة لو انا شلت واحد. طب الحالة الأولى لو كلهم موجودين، مش البريشر هيبقى equal F divided الأريا. الفورس اللي هي بكام؟ 2 و 2، يبقى عندنا التوتال فورس 4. طب والأريا 2 و 2، يبقى التوتال أريا 4 برضو. يبقى الريشيو هتبقى 1 باسكال. باسكال دي الميجرنج يونت بتاعة البريشر، خلينا نقول إنها 1. طيب تعال نشيل الحالة التانية. لما نشيل 1 كيوب إيه اللي هيحصل؟ لما أنا هشيل 1 كيوب من هنا، يبقى الفورس بتاعته اتكنسلت والاريا بتاعته اتكنسلت، فتبقى لي الفورس دي بس على الاريا دي بس. يبقى بناء عليه لو احنا عايزين البريشر هتبقى اف اوفر الاي. طب الفورس هنا بكام؟ ب2، والاريا بكام؟ ب2، فهتبقى 2 اوفر 2 اللي هتبقى برضه ب1 باسكال. يبقى هل هنا البريشر حصل له حاجه؟ لا، ريمينز كونستانت. ليه يا مستر ريمينز كونستانت؟ ان لما الويت كان كبير الاريا كانت كبيره، لكن لما انا قسمت الويت النص وشلت كيوب، ما انت برضو قسمت الاريا النص وشلت كيوب، ف
فبالتالي الراتيو اللي بين الفورس والاريا فضلت ثابته، فالانسر هتبقى remains constant. اشوفك على خير في السمري بتاع الدرس اللي جاي ان شاء الله. سلام.